مساء الخير سجلات، هذا المساء مواكبة للحدث المصري ولكن أكثر مما هو مصري. نتحدث عن موسم التغيير عند العرب، سواء الذي حصل في تونس، الذي يحصل حاليا في مصر، والذي ممكن أن يحصل أيضا في دول أخرى. نستضيف حول هذه المسألة الأستاذ عبد العزيز الخميس، رئيس تحرير مجلة المراقب العربي والكاتب والصحفي السياسي أستاذ سليمان بصوف. أهلا بك أستاذ سليمان. طبعا حضرتك من الجزائر، الشرارة كانت من المغرب العربي من تونس. مواكبة للشرارة التونسية كان هناك مظاهرات أيضا في تونس، في الجزائر. المظاهرات الجزائرية ما زالت موجودة وما زالت تعد مظاهرات أكبر. هل تعتبر ما جرى في تونس هو بداية لشيء ما مر بالمصر، أم الحالة المصرية غير الحالة التونسية، غير حالة أي دولة أخرى؟ وبالتأكيد أنه ما جرى في تونس هي حركة أو خطوات جديدة في كل المنطقة، سواء في شمال إفريقيا أو في الشرق الأوسط. شباب جديد، شباب عن طريق استعمل ثورة الإنترنت عن طريق الفيسبوك وتويتر، قام بهذه المظاهرات وقام بهذه الانتفاضة ورفض الرضوخ لأنظمة صارت يعني هرمة، وهذا ما لم يتوقعه العالم. فما حدث في تونس يحدث الآن في مصر، لأنه في مصر كذلك التنظيم والتنظيم هذه الاعتصامات وهذه الاحتجاجات ضد النظام كلها تمر عن طريق الفيسبوك وشبكة الإنترنت، وهذا ما نتوقعه. هذا معنى أن الأنظمة السياسية التي تمنع الفيسبوك هي بمأمن عن ثورات من هذا النوع؟ لا أعتقد، لأنه الإنترنت يمكن أن يمنع في يعني يوم أو يومين أو أسبوع، لكن لا أعتقد أنه يمنع الإنترنت أشهر، ولا يمكن أن تمنع القنوات التلفزيونية سواء الأجنبية أو الناطقة بالعربية، لا يمكن هذا. وهذا ما نستشعره، أنه هناك أنظمة خائفة، هناك وقف لحالة الطوارئ في الجزائر، هناك يعني وقف للتوريث ولتمديد ولاية الرئيس اليمني، هناك مظاهرات في الأردن. كل هذه الأنظمة تحس بأنه سوف أو استشعرت خطر الاحتجاجات وخطر هذا الشباب الجديد عن طريق شبكة الإنترنت. وما تقوله هيلاري كلينتون يعني هو الواقع في صميمه، هي تقول أن المنطقة تمر بمرحلة خطيرة جدا، وهي أتصور خطوات ثابتة نحو التغيير الديمقراطي في المنطقة. قبل الانتقال إلى الأستاذ عبد العزيز الخميس، برأيك ما الذي يجري حاليا؟ هي ثورة، هو تطوير للأنظمة، هو إصلاح مؤقت، إصلاح محدود، إصلاح كبير، كيف ترى الأمر؟ لا أراها الثورة، وقد يعني كتبت في هذا المجال، هناك انتفاضات، هناك احتجاجات، هناك رفض لهذا الواقع المزري من طرف الشباب، لأن الثورة هي تغيير النظام بكامله، تغيير يعني جذري من مرحلة والانتقال إلى مرحلة جديدة، مثل ما حدث مع الثورة الفرنسية أو الثورات التي حدثت. وهو أمر لم يحصل في تونس، لم يحصل، لأنه إلى حد اليوم هناك قمع في تونس من طرف البوليس، من طرف المخابرات، من طرف بقايا وفلول النظام التونسي، وهذا سوف يحدث إن لم أقل أشهر، ربما سنوات. يعني هذا النظام الذي استمر طوال أعوام لا يمكن أن يقتلع بين عشية وضحاها، ويبدو أن الشباب مصمم والمجتمع المدني مصمم لأن يقتلع هؤلاء، لكن نحتاج إلى وقت ليس بالقصير. أستاذ عبد العزيز الخميس، حضرتك يعني في مجالات عدة كنت تكتب وكنت تقول أيضا وتدعو للليبرالية في هذه المنطقة وخصوصا في منطقة الخليج، وخصوصا أكثر في المملكة العربية السعودية. هل ما يجري حاليا يعبر عما كنت تريده، ليبرالية وانفتاح، أم أنه أكثر من ذلك؟ بالحقيقة هو يعني ما يحدث الآن في المنطقة هو في اتساق وانسجام مع كل المعطيات التي تطالب بالتحرر وتطالب بأن يكون هناك دور قوي للمجتمع المدني، خاصة تجاه أنظمة متبلدة الأحاسيس في تعاطيها مع المستحقات والواجبات التي يراها الشعب وتراها كثير من شرائح الشعب. ما يحدث الآن هو أن هذه المجتمعات التي ثارت مثل المجتمع التونسي والآن في مصر وغيرها، هي أقرب ما تكون إلى مجتمعات تتعاطى مع أدوات الحداثة، مع الإعلام الحديث، مع الأفكار الليبرالية الحديثة، إلى درجة أننا رأينا لا فلاحين ولا عمال ولا بروليتاريا ولا برجوازية صغيرة، كل ذلك الجميع أصبحنا نرى مجتمع يعني فسيفساء في المجتمع، مزيك، كله مرتبط بتعاطي مع الأدوات الحديثة مثل الإنترنت وغيرها. القيم تغيرت
تبدلت إلى أن تكون الحرية هي القيمة الأعلى، وهذا هو التي تنادي به الليبرالية. الحرية الآن أصبح الشاب الذي يخرج للشارع لم يخرج فقط لأنه عاطل على العمل أو لأنه لديه مظلمة معينة، هو يخرج لأنه ينادي بحريته كإنسان كشخص بأن يكون له قيمة داخل المجتمع. مثلا حادثة البوعزيزي كانت تعبير عن استنكار الظلم وطلب للحرية، ولم تكن فقط من أجل لقمة العيش. وبالتالي هذا التعاطي هو الذي أثار الكثير من الشباب. إذا رأينا الجيل الجديد يختلف عن الجيل القديم، منذ زمن طويل كانت الأنظمة تستطيع أن تقمع شعوبها في ظلام دامس وبدون أن يعرف العالم. الآن أصبحت بسهولة نستطيع أن نرى ونشهد حوادث تحدث في مدن بل وقرى في أقصى الصعيد، في أقصى الجنوب التونسي، أصبحنا نعرف ماذا يحدث أولا بأول، وهذا نتيجة لثورة المعلومات. هذه المعطيات وتقديس الحرية الشخصية من قبل هؤلاء الشباب جعلهم يثورون ضد هذه الأنظمة، إضافة أنهم رأوا جبن الأجيال السابقة وعدم ثورتها بشكل سليم، رأوا تعاطيها مع المعطيات التقليدية، مثلا مع المعتقدات الدينية التي تنادي بطاعة أولياء الأمور، طاعة الحكام يعني، بالعادات التقليدية والعادات الشعبية التي ترى أن الجبن والخوف أفضل من الموت والتضحية بالنفس. مدام أن المسألة لا تتعلق بمسألة ضد مستعمر أو ضد غزو خارجي أو ضد مدامنا داخل المجتمع، الآن أصبح الجيل الجديد أو رسم الجيل الجديد صورة مختلفة لمن هو المحتل والمستعمر والظالم. ممكن أن يكون الظالم محلي وممكن تكون الثورة ضد الظالم المحلي وليس فقط ضد الظالم الخارجي. لم يعد يهم الجيل الجديد مسألة أنه تماسك المجتمع والوحدة الوطنية والقيم التي ينادي كل بها كل الشعارات، شعارات الأنظمة، شعارات الأنظمة التي تريد أن تسكت المخاوف والاحتجاجات والمطالب التي يريدها الشعب. رأينا يعني باختصار أو أستطيع أن أقول أن رأينا أن قيمة الشخص العربي كإنديفيدوال لوحده أصبحت أعلى من قبل. كان الشخص العربي مندمج في المطالب ضمن المجموع، ضمن مجموع الشعب، ضمن مجموع الطائفة، ضمن مجموع، لا، الآن أصبح الشخص لوحده هو لديه قيمة ويمكن أن يخلق مع شرائح أخرى داخل المجتمع مختلفة عنه، فلاح، عامل، دارس في الولايات المتحدة وفي الغرب، مهندس كمبيوتر، منظف حتى في الشارع، يستطيعون أن يجتمعوا ضمن فكرة واحدة وضمن تنسيق واحد باستعمال الأدوات الحديثة الإعلامية الحديثة، وبالتالي يستطيعون أن يسوقوا نفسهم في ثورة ضد الأنظمة المستبدة. أستاذ سليمان أبو صوفة، هل بإمكان تحرك من هذا النوع؟ حتى الآن لا نعرف تعريفه، إذا كان ثورة، انتفاضة أو شغب أو ما شابه ذلك، هل بإمكانه الصمود إذا لم يترافق مع شيء نظري إيديولوجي معين؟ يعني حتى الآن نرى أنه يوميا في ارتجال للمطالب. في القديم كانت الناس تتظاهر من أجل العروبية والقومية وتحرير فلسطين أو الماركسي واليساري، اليوم ليس هناك إيديولوجية تحمي هذه الانتفاضات، هل بإمكان حمايتها كما تم حمايتها بأوروبا الشرقية أو في مناطق أخرى؟ يعني يمكن أن أجيب بنعم ويمكن بلا، لكن عندما نرجع إلى جذور هذه الانتفاضة أو الاحتجاجات نجد أن البوعزيزي أحرق نفسه، وعندنا في التراث الديني الإسلامي أنه أول شيء يخوف به الطفل الحرق في يعني بعد الممات. نجد أن الشباب تعدى وكسر حاجز الخوف فأصبح يحرق نفسه الآن، وهو مؤمن بأنه سوف يحرق حسب التراث الديني بعدين لأنه قام بتهلكة نفسه. يعني عندما يصل الشباب العربي إلى هذه الدرجة من اليأس لا يمكن أن نتنبأ بأي شيء بعد هذه الاعتصامات. طبعا هل هناك جذور لهذه المسألة؟ يعني المسألة بدأت في تونس من موضوع حرق النفس، أيضا في الجزائر سمعنا الموضوع، أيضا في المغرب، هل لها علاقة بتراث أو ثقافة معينة حرق النفس؟ بالنسبة لتراثنا لم يعني شيء جديد، يعني شيء لم جديد. أجد في تراثنا شيء جديد يعني قام به البوعزيزي، بس يعني تراث جنوب شرق آسيا هناك أمثلة كثيرة قاموا بها أشخاص في احتجاجا في جنوب شرق آسيا، لكن بالنسبة لثقافتنا الإسلامية هذا شيء جديد. حتى الآن هناك يعني كتابات خجولة حول هذا الموضوع، لكن تسارع الأحداث لم تجعل يعني المفكرين
المسؤولين أو المتابعين للوضع أن يغوصوا بعمق في هذه الظاهرة، يعني ظاهرة جديدة. المهم هي تعبر عن يأس، ويأس شديد جدا من طرف الشباب. في الأول كنا نسمع عن تهديد بالانتحار، لم يصل إلى الانتحار، كنا نسمع عن شباب يرمي نفسه في البحر لما يسمى بالحراقة في شمال إفريقيا ليصل إلى أوروبا، لكن الآن صار في حرق، وربما بعدين راح تصير فيها أشياء ثانية. يعني هذا اليأس الشديد لا يمكن لأي سياسي الآن أو أي متابع أن يتنبأ بما ستصير. هل برأيك وضع الحرق هو فترة ما بعد الإرهاب، يعني الوصول إلى أحزاب معارضة ثم أحزاب مناكفة ثم بعد ذلك جماعات إرهابية تستخدم الإرهاب، ما بعد الإرهاب يأتي حرق الناس؟ ربما كنت أتصور أنه بعد الإرهاب تأتي المظاهرات السلمية، لأنه التغيير السلمي لا عنفي هو الذي أسقط أنظمة كبيرة، يعني ولنا في نيلسون مانديلا مثلا وغاندي أمثلة كثيرة في العالم، وهذا ما يقوم به الشباب في ميدان التحرير وفي تونس، هي مظاهرات سلمية. طبعا الأنظمة تقمعها وتثير الشغب عن طريق يعني بعض رجال المخابرات، لكن هي أنظمة، هي مظاهرات سلمية إلى حد الآن. لكن كما قلت، هذه طريقة التعبير عن الاحتجاج، هذه طريقة تعبر عن يأس شديد وتعبر عن رغبة كبيرة في التغيير. لذلك فالآن هناك من يتفاوض باسم هؤلاء الشباب في مصر مثلا، لكن الشباب يقولون هؤلاء لا يمثلونا. الآن يعني نرى أنه كجميع الثورات في العالم هناك من يركب الموجة، كما يقال هناك قول أنه الثورات يخطط لها العباقرة ويقوم بها الفقراء ويغتنمها الانتهازيون أو الجبناء، وهذا ما يحدث الآن. هناك حركات دينية، هناك حركات يسارية قومية تذهب من وراء ظهور هؤلاء الشباب لتتفاوض مع النظام المصري، ومن المفارقات الآن الذين يتفاوضون مع عمر سليمان يتفاوضون تحت صورة الزعيم حسني مبارك، يعني الرئيس، وهذا إقرار ضمني بأن هؤلاء لا يريدون تنحية الزعيم عندما يتفاوضون تحت هذه الصورة. هناك مفارقات عجيبة، لكن كما قلت الأحداث التي تتسارع يصعب فيها التكهن بنهاية هذه في لعبة المقارنة. أستاذ عبد العزيز الخميس، بين ما يجري عندنا عند العرب وبين ما جرى في فترة من الفترات في التسعينات في أوروبا الشرقية، هل في أوروبا الشرقية تم قلب النظام أم تم تطوير النظام السابق؟ لأن أدوات النظام السابق كانت موجودة أيضا في التغيير. لا، هو تم قلب النظام، يعني مثلا في رومانيا تم قلب النظام بالكامل ومسحه وإعادة هيكلته من جديد في عدة دول مختلفة. المشكلة هي التي الآن نواجهها مثلا في مصر، الجميع يحصر المعركة الآن التي تحدث في شوارع في ميدان التحرير أنها بين الرئيس مبارك وما بين شباب ساخط، بينما الحقيقة هي أنا في رأيي أكبر من هذه المسألة. المعركة بين مجتمع مدني تبلور الآن، أصبحت له مطالب محددة وأصبحت له حتى ثوابت معينة، وما بين مؤسسة عسكرية تريد أن تستمر في الحكم بمبارك أو بغير مبارك. يعني هم وافقوا والمؤسسة العسكرية وأدخلوا عمر سليمان للعبة كنائب وأصبح هو المسؤول عن التفاوض لبقاء المؤسسة العسكرية تحكم. نحن نعرف في مصر أن العملية ليست عملية ديمقراطية بحتة، هي مؤسسة عسكرية تحكم من عام 1952. لو رأينا مثلا جميع المحافظات المصرية تقاد أو رؤساء أو ما ألوية من الجيش، كما نحن في مثلا في المملكة السعودية أمراء مناطق هم أمراء من الأسرة المالكة، هم بالضبط. يعني في مصر الذي يحكم هو آل الجيش، في السعودية الذي يحكم آل سعود. هذا الجيش أو آل الجيش في مصر يديرون اللعبة، هم يريدون أن يستمروا في الحكم. مبارك يعرفون تماما أنه ممكن تغيير مبارك كما حدث مثلا في تونس، والغريب أنه لا أحد يطالب بإزاحة الجيش، وهذه هي المشكلة التي أرى أن هناك انسداد في الأفق. هم يريدون التحسينات الآن والإصلاحات، الإصلاحات الجارية الآن سوف تحدث في مصر بأن يكون هناك انتخابات، والانتخابات سوف تأتي برئيس. إذا حدث أن الجيش بدأ يتفهم اللعبة وبدأ يفهم أن دوره في الحياة السياسية أصبح أقل من أول أو أصغر من أول وبعدم إشراف مباشر، وسوف ينزوي في ثكناته يحمي العملية الديمقراطية كما هو في تركيا، فبالتالي هذا تطور جدا جميل ونجح الشباب المصريين، شباب مصر في هل نحن ذاهبون إلى ذلك؟ هذه هي اللعبة التي لا يستطيع أحد أن يجيب عليها إلا الشباب الذين هم يعرفون تماما أنهم بعضهم حينما يطالب بإسقاط مبارك هو لا يطالب بإسقاط هذا الشخص، هو يطالب إسقاط المؤسسة العسكرية التي تحكم مصر والتي هي التي خرجت دوائر الفساد.
على الرغم أن هناك قطاعات كثيرة داخل المجتمع المصري تريد أن يبقى الجيش ضمانة، وتقول أن الجيش هو الحامي لهذه الانتفاضة أو لهذه الثورة، وتتحدث عن دور الجيش، ونحن نعرف تماما أن الجيش لم يكن منحاز للشباب، بل كان منحاز لمؤسسة الحكم وأقرب إلى مؤسسة الحكم من قرب إلى الشباب، وفقط يعني هو حاصر الشباب الآن، يعني الشباب قادوا أنفسهم إلى سجنهم داخل ميدان التحرير، وهذا في يعني في رأيي الشخصي أنهم هم انحصروا الآن وأصبحوا يطالبون. بدأ الكلام وبالتالي أن المصرب استطعت أن تعيش بدون ميدان نعم التحرير. لا، حتى في بعض المطالبات من بعض المفكرين المصريين بأن يبقوا في ميدان التحرير، وأن يبقى ميدان التحرير معلم سياحي عربي بمعلم ثوري، معلم متنظم، وأن يبقى مثل حديقة عامة مثل هايد بارك في لندن، بحيث يتم تداول فيه الآراء. ولماذا لا يكون مثل ساحة الشهداء في لبنان في بيروت فترة من الفترات كان لبنان يعيش بدون مثل ما عملوا 8 أيار في ساحة الشهداء. لذلك نحن نرى الآن هل يستطيع المجتمع المصري أن يقود حملة تغيير بإزاحة المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية أو الإشراف على الحياة السياسية، وجعلها قطب من أقطاب حماية اللعبة السياسية داخل أو الأداء السياسي، وبناء أن يكون هناك رئيس جمهورية جديد خارج المؤسسة العسكرية. إذا فعلوا هؤلاء إذا فعلوا المصريين يعني فعل المصريون بأن انتخبوا رئيس لا علاقة له بالمؤسسة العسكرية وبدون رضا المؤسسة العسكرية الأول، برضا الشعب أولا وبقبول المؤسسة العسكرية ثانيا، سوف نستطيع أن نقول أن مصر نجت. طب بالإمكان المغامرة بإجراء مقارنة بين الوضع الجزائري والمصري بموضوع الجيش. أول شيء، الجيش هو الذي أنتج النظام السياسي في الجزائر، أشرف على التناوب وعلى الديمقراطية وإلى آخره، وعندما أتت نتائج الانتخابات أعتقد في أواخر في أول التسعينات بما لا يناسب الجيش انقلب على هذه الانتخابات. هل هناك وجه مقارنة بين الحالتين المصرية والجزائرية؟ طبعا الحالتان متشابهتان يعني بحوالي 80% أو أكثر، لأنه النظام في الجزائر يستمد شرعيته من الثورة، وكذلك في مصر. ولا ننسى أن مصر عندها حدود مع إسرائيل، يعني هناك علاقات متشابكة دولية وإقليمية معقدة جدا، وهذا سبب بقاء مبارك إلى الآن، لأنه هناك باك أب يعني حماية دولية لمبارك، وهناك خوف من الانتقال إلى المرحلة الجديدة. الجيش وهنا يعني تخوفاتي دائما، لأنه الجيش في العالم كله مهمة التدمير destruction. الجيش ليست مهمته حماية الممتلكات أو حماية الناس، يخرج الجيش ليدمر ثم يعود إلى الثكنة. يعني من المفارقات أن نرى الجيش في ميدان التحرير أو في ساحة الشهداء في الجزائر، هذا لا يعني شيء، هذا يعني أنه هناك هيبة لهذه السلطة، وهذا ما يفسر طيران الاف 16 فوق الجموع، يعني نحن هنا وعندنا قوة ويمكن أن نستعملها ضدكم. الجيش الآن للتخويف في مصر، والجيش ليس حيادي في مصر. يخطئ من يقول أنه الجيش حيادي في مصر، لأنه الجيش يحمي النظام إلى الآن. هناك اللعب على النفس طويل، من سيخسر هذا النفس أولا؟ هناك ضغوطات على الجماهير لتخسر هذا النفس، وهناك اختراقات يعني يقوم بها الأمن السري والبوليس، وهذا ما حدث بالضبط في الجزائر سنة 88 عندما يعني خرجت الجموع للتظاهر ضد رموز النظام الذي كان الرئيس الأسبق شادلي بن جديد وحزب جبهة التحرير الوطني. لكن الجيش من وراء الستار أدار اللعبة بدقة، تفاوض مع أشباه سياسيين ومع أشباه معارضة، وجاء بأسماء جدد ووجوه جديدة، لكنها دائما تمثل مصالح الجيش ومصالح السلطة. تخاف أن يحصل ذلك في مصر أيضا، وهذا السيناريو الأقرب. لأنه الآن ما يسمى بالمعارضة المصرية المستهلكة الهرمة، يعني كل رؤوس المعارضة في مصر يحكمها الناس أكثر يعني أعمارهم أكثر من 60 و70 سنة، هي نفسها. يعني الشباب لم ينتفض ولم يخرج إلى الشارع إلا وجد السلطة ضده، والمعارضة كذلك مستفيدة من هذا النظام، والآن تركب موجة الاحتجاجات وتريد أن تستولي على السلطة أو تشارك في الكعكة من وراء هؤلاء الشباب الذين دفعوا أعمارهم في وهذا ما حدث لدينا في الجزائر في سنة 88 ويحدث إلى الآن. هناك مظاهرات يوم 12 في الجزائر، هناك دعوات في الفيسبوك وفي مناطق أخرى يعني وفي شبكات أخرى للتظاهر في الجزائر، لكن دائما هناك الخوف من الجيش الذي سيقف. هل شعارات الدعوة للمظاهرات شبيهة بالشعارات المصرية والتونسية أيضا؟ يعني في كل منطقة عربية نفس الشعارات،
هي نفس الشعارات، ومن المفارقات كذلك أنه الشعب التونسي خطب رئيسه ليس بالعربي الفصيح، خطبه بالفرنسي ديجاج ارحل، والشعب المصري خطب مبارك جو أوت. يعني هناك جيل جديد، هناك مصطلحات جديدة، وهذا ما يفرح. هناك يعني أنا متفائل بالنسبة لهذه المرحلة أنه السقف يعني تعدى الجيل الجديد هذا السقف، السقف أنه لا تتحدث عن النظام، الخوف من هذا، الخوف من البوليس السري، خلاص الآن دخلنا في مرحلة جديدة. لكن تطبيق هذه الشعارات أو تطبيق ترجمة هذه المظاهرات والاحتجاجات إلى مؤسسات ديمقراطية تحكم هذه الشعوب يحتاج إلى وقت طويل، لأنه حتى هذا الجيل الذي يعني خرج إلى أوروبا وإلى أمريكا ويعرف ما هو الغرب ويعرف يعني مطلع على العالم، هناك عقد نفسية لهذا الجيش لا ننكر هذا، وهناك مشكلة في العقول، يعني عندنا مشكلة كبيرة في العقل العربي، ونحتاج لحل هذه المشاكل في عقولنا إلى سنوات وسنوات قبل أن نؤسس للديمقراطية مثل ديمقراطية الغرب. يعني من يومين هنا في لندن كنت أقرأ على نائب في البرلمان البريطاني يذهب بالدراجة الهوائية للبرلمان وطلب يعني 40 بنس لقاء يعني هذا التنقل. لماذا؟ لأنه كان يأكل أكثر ليكتسب حريرات أكثر. يعني لا نريد أن نصل إلى هذه الدرجة من الديمقراطية، نريد يعني الحد الأدنى. في المراقبة أيضا تأمل موسم التغيير عند العرب، حضرتك أستاذ عبد العزيز الخميس مراقب للشأن الخليجي، أريد منك بشكل سريع هيك رصد للمواقف الرسمية والشعبية أيضا مما جرى في مصر، هل هناك ارتياح، قلق، حذر، مراقبة، تأمل، ما الذي يحصل؟ هو في الحقيقة على المستوى الرسمي كان هناك قلق على الوضع، وضع النظام المصري بصفة حليف للدول الخليجية وشريك لهم في عديد من يعني عديد من المشاريع التي، وإضافة أن في الجانب الاقتصادي هناك بلايين من الاستثمارات الخليجية في مصر، وبالتالي أيضا كان هناك قلق اقتصادي. على المستوى الشعبي تباينت الآراء، والبعض أو أستطيع أن أقول هناك أكثرية راجحة للناس الذين كانوا مع الانتفاضة ومع المطالب، لأنهم يعرفون جيدا الوضع الداخلي في مصر، الوضع الاقتصادي، ويرون أن هناك ظلم موجود للطبقة العاملة المصرية، خاصة أن هناك عمال مصريين بالملايين في منطقة الخليج، وبالتالي الخليجيون أقرب للوضع المصري الداخلي. لكن هناك أيضا خوف على مصر، لأنها من جانب شعبي، بأن يكون هناك عدم استقرار، بأن يكون هناك عراق آخر، لبنان آخر، أو جزائر أخرى، بالتالي كان هناك خشية على الوضع الداخلي. الآن تنفسوا الصعداء بسبب إدارة الوضع، خاصة تدخل عمر سليمان، لأن عمر سليمان مشهور في المنطقة بقدرته على التهدئة وقدرته على إيجاد حلول وقدرته على المناورة و تسويف الوقت للوصول إلى تهدئة لهذا. جوانب أخرى داخل المجتمعات الخليجية، خاصة التيارات الإسلامية المرتبطة بالأخوان، كانوا ضد وكانوا يساعدون ويدعمون، ولا أكتمكم القول إذا قلت أن هناك كثير من القيادات الأخوانية الخليجية كانت ضمن ميدان التحرير وموجودة، وممكن رؤيتهم حتى في الأفلام التي أنا فوجئت طبعا باتصال هاتفي حصل على أحد الفضائيات مع أحد مسؤولي السفارة السعودية في القاهرة، فوجئت بأن عدد السعوديين الموجودين المقيمين في مصر حوالي 800,000. يعني 800,000 وبالتالي شعب كامل يعني موجود في مصر. نعم، الحقيقة التداخل ما بين منطقة الحجاز ومصر قوي جدا، كثير من السعوديين أصولهم مصرية، وكثير من المصريين أصولهم سعودية، حتى أن هناك وزير القرن، وزير الإسكان أعتقد أصله سعودي. نعم، هناك قبائل نزحت من الحجاز أو حتى من نجد لشمال أفريقيا ولمصر، لا زالت لها أصول موجودة. ولا ننسى أن حتى معمر القذافي صرح قبل شهر بأن أصله من نجد، من قبيلة عنزة، وزاره وفد من القبيلة وهكذا. فلا نستغرب أن هناك بني هلال موجودين في تونس وفي ليبيا وفي حتى في الجزائر. هناك جهينة بكاملها موجودة في الصعيد، وقبيلة بلي البلوي موجودة أيضا في الصعيد، وفي المنطقة المحافظة الشرقية في مصر نستطيع أن نقول نصف المحافظة كلها من العشائر أتوا من شمال السعودية، فبالتالي أو من الجزيرة العربية، بالتالي وقريب هجرتهم لازالت لهم أواصر وامتدادات. هذه تجعل من
الوجود السعودي هناك كثير، أي إضافة العمال المصريين والمصريين الذين أخذوا الجنسية السعودية أيضا بالآلاف ولديهم عوائل ولديهم أولاد عم ولديهم، تماسك وتداخل كما هو موجود بين السعودية والعراق مثلا، بين السعودية والأردن أو بين السعودية واليمن. فبالتالي هذا التداخل يجعل الناس تخشى على مصر وتخاف، إضافة المصالح الاستراتيجية للنظام السعودي والأنظمة الخليجية كاملة، لأنه لابد من وجود نظام مصري قوي يكون باك اب في حالة الأزمات مع إيران أو غيرها، حليف استراتيجي موجود، خاصة في ظل ضعف الدور الأمريكي المرجح في المستقبل، وحتى في ظل الحديث عن أن هناك انسحابات أمريكية من المنطقة ووجود حماية دولية، وخاصة الولايات المتحدة أبلغت الدول الخليجية بأن تبدأ في بناء استراتيجية عسكرية موحدة قوية إقليمية، وهناك الحديث عن دور تركي في هذه الاستراتيجية ومصري. فهناك كثير الذي يحدث في مصر أضعف من هذه الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية، إلا أنه الآن الكثير يتنفسون أن المصريون استطاعوا أن يبقوا نظامهم مستمر وبأسلوب أهدى، وبأن لا يأتي الأخوان المسلمين حلفاء إيران للحكم، وهدأت الآن. وهذا الذي دعا الولايات المتحدة حتى في الآخر هذه الأيام تغير موقفها ببقاء. في القسم الثاني سنحاول أن يعني نذهب إقليميا حول هذا ما يجري في موقف الولايات المتحدة، موقف إيران، وأيضا ماذا سيجري في الشارع العربي سواء تعلق الأمر في اليمن، في الجزائر، في الأردن أو في سوريا. بعد الفاصل ابقوا معنا. سجلت في القسم الثاني تأمل في موسم التغيير عند العرب. أستاذ سليمان بصوفة، هل هو موسم تغيير عند العرب؟ طبعا حتى الأمريكيون يعتبرون أن هناك موسم تغيير، لكن ما نشهده في تونس وفي مصر هل ممكن أن نقارنه بما يمكن أن أو ما شهده اليمن مثلا أو الأردن؟ نعم، هو موسم التغيير، يعني هذا كلام حقيقي وهو رصد حقيقي للواقع، وما أعلنه مثلا الرئيس الجزائري بأنه سوف يوقف حالة الطوارئ وسوف يفتح التلفزيون أمام المعارضة، وما أعلنه الرئيس اليمني بأنه لن يورث ابنه وسوف يترك السلطة بعد نهاية فترته الرئاسية، وزيادة الرواتب في الأردن وفي العراق يثبت أنه هناك ريح جديدة هي ريح التغيير. حتى أعلن رئيس الأسد أيضا بمجموعة من الإصلاحات اللي نعم هذا لم يحدث، طبعا يعني هو قال أنه حان الوقت، يعني هذا وقت التغيير. نعم، هذا لم يحدث عندما يعني قامت هذه الانتفاضة في تونس، عندما قامت في مصر، لأنه مصر لديها الوزن الإقليمي وهذا الوزن الكبير، فبدأ الزعماء العرب يتحدثون أو يخشون نظرية ما يسمى بالدومينو، تساقط كل هذه الأنظمة. وأتوقع من هون إلى الصيف القادم سوف تسقط أنظمة وسوف تحدث هناك تغيرات كبيرة في المنطقة، وخصوصا في منطقة شمال إفريقيا، لأنه بدأت مظاهر هذا التغيير. من أريد أن أركز سؤالي حول موضوع الجزائر، تحدث عن مظاهرات يعني
هناك دعوة للتظاهر، وكان هناك مظاهرات سابقة، وهناك كلام عن رفع حالة الطوارئ، منع الناس من التظاهر في العاصمة الجزائر، كل ذلك. من خلال معرفتك وانت حضرتك جزائر، معرفتك بالشخصية الجزائرية، إلى أين نحن ذاهبون؟ في الجزائر نحن ذاهبون إلى التغيير، لكن كيف سيتم هذا التغيير؟ من يدري؟ يعني السلطة أو النظام سيناور. ما حدث في الجزائر من يوم انتفاضة التونسيين أحرق 24 شخص أنفسهم في الجزائر وماتوا، يعني مات نصفهم، لكن العالم لم يتحدث، لأنه العالم الآن مع المظاهرات في مصر. وطبعا الشعب الجزائري معروف بهذا الميلان إلى الثورة وإلى استعمال هذه يعني هذا النوع من الاحتجاج. هل يمتلك وحدة داخلية؟ يعني هناك تناقضات داخلية سواء على المستوى الإثني أو على المستوى الفكري في الجزائر قد لا تؤمن معارضة صلبة. هو الاحتجاج لا يعني لا يمكن توفير يعني انه هو وحده اثنيه او وحده ثقافيه لكي يكون الاحتجاج. الاحتجاج يمس كل الشباب، لانه كل الشباب الجزائري مهضوم حقوقه، وكل الشباب الجزائري يعاني ولا يشارك، وليس ولا معادله صفريه في السلطه. يعني عندما تكون الاحتجاجات سوف تذهب بالاخضر واليابس، لكن ما بعد الاحتجاجات هذا هو المخاوف تكمن هنا. كيف ستناور السلطه؟ كيف ستمتص غضب هذه الجماهير؟ إلى أين يمكن الحفاظ على الجمهورية إذا كانت هناك احتجاجات عنيفة وقوية، خصوصا وأن الجارة تونس يعني إلى حد هذه الساعة يبدو أدنى الملاحظة أن الاحتجاجات يعني كما أسلفتم الاحتجاجات ليست احتجاجات معيشية، والدليل على ذلك أي إجراءات لخفض أسعار أو لدعم أسعار لن توقف هذه الاحتجاجات سياسية، بمعنى الحريات حريات وكذلك الكرامة، الكرامة الإنسانية مهضومة. يعني هذا الشاب الذي وعى على هذا العالم الديمقراطي، خصوصا الغرب قريب إلى الجزائر، فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يعني يشاهد العالم كيف يعيش، كيف يتمتع، كيف يتزوج، كيف يبني، كيف يبني مستقبله، فيجد يعني تجد إنسان أو شاب 40 سنة ولم يتزوج ولم يملك شيئا في هذه الدنيا، ويقوم بحرق نفسه، أو يعني يقال أنه الفاقد الحرية والعبد ليس لديه ما يخسره سوى القيد المقيد المكبل به. فهذا ما سيحدث يعني آجلا أم عاجلا في الجزائر. لكن تأطير هذه الاحتجاجات للأسف المعارضة في الجزائر كأي معارضات في منطقتنا هي معارضة تناور، هي تشارك في كعكة السلطة، وليست يعني هي معارضات مكاتب وليست لها وجود على الأرض. وهذا ما يعيه الشباب يعني في الواقع، ويعرف أن هذه المعارضة لا تمثله. لكن إذا حدث الانفجار يجب أن يؤطر هذه الشباب. والمشكلة بالنسبة للشباب الجزائري أو الشباب المصري غير مؤهل للتفاوض، لأنه ليس لديه تراكم يعني طبعا، لأنه الشاب الذي يتفاوض مع عبقري مثل عمر سليمان، طبعا عمر سليمان سوف ينجح في هذه المفاوضات، لأنه آخر لقاء كان بينهم دخل عمر سليمان وأمر الجميع بأن يقفوا دقيقة صمت ترحما على روح الشهداء، فامتص غضبهم في أول وهلة وبدأ الحوار. يعني السلطة عندنا في الجزائر مناورة، وعندهم يعني أكثر من 50 سنة في الحكم، ويعرفون كيف يتعاملون ليناوروا. لكن هل العالم سيسكت على القمع؟ سيسكت على يعني ربما الغرب سوف يضغط أو فرنسا سوف تضغط على الجزائر من أجل إشراك الشباب بنسبة 30% 40% في السلطة، في تقرير مصيره، في محاربة الفساد، لأن الأموال التي تنهب من الجزائر أو من مصر أو من أي بلد تاني تذهب إلى البنوك السويسرية والفرنسية وهنا البنوك البريطانية. يعني هذه الكيل بمكيالين بالنسبة للغرب، يجب أن يوقف هذه السياسة لكي تتطور هذه المجتمعات. هناك من خرج أستاذ عبد العزيز الخميس محللين سواء كانوا أو في مصر أو في أي منطقة بالقول أن تونس ليست مصر وأن حالة التونسي ليست الحالة المصرية. هناك أيضا من يخرج حاليا ويقول أن القاسم المشترك بين تونس ومصر هي علاقة ما بين النظام الدكتاتورية والشعب، بينما في دول أخرى هناك القبيلي والعشيري والطائفي وكل ذلك. هل تؤمن أن مصر غير الأردن، غير سوريا، غير اليمن، غير الجزائر؟ يعني نسبيا صحيح هناك تغييرات يعني مجتمع، كل مجتمع يختلف عن المجتمع الآخر، إلا أن الثابت هو الحرية والظلم. حينما تكون هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، حينما تكون هناك مظالم عديدة من قبل النظام، فهذه موجودة في كل بلد، ونسبيا تختلف من بلد إلى بلد. حينما تصل درجة الاحتقان كبيرة تحدث ثورات، وهذا شيء طبيعي. المشكلة هي أن الأنظمة الحاكمة والحكام كانت لديهم في السابق قبل البوعزيزي
كان لديهم غرور وتعامل مع المجتمع ومع الشعب ومع الشباب خاصة بغطرسة، وكانت المعلومات تصل إليهم من قبل أجهزة الأمن مضللة أيضا، بحيث كل واحد يريد أن يقدم تقارير وردية للحاكم. فوجئوا بعد قضية البوعزيزي أن الشباب يستطيع أن يغير، أن يقدم شيء، وأنه يجب عليك كنظام إذا أردت أن تبقى أن تحترم إرادة الشباب وأن تحترم كرامتهم. هذا التغير الذي حدث. في السابق كان الحاكم يستظل بظل أو يعني يمضي أموره بعلاقة مع النخب، النخب السياسية الموجودة في البلد، مثلا نخبة رجال الأعمال، نخبة المفكرين السياسيين، نخبة المعارضة، ولا يلتفت للداخل، يهمه كثيرا رأي النخب ويهمه إراحتهم ويشتري ولائهم ويحاول أن إما يقمعهم بشدة أو يعني سياسة العصا والجزرة. لكن الآن هناك موضع آخر تماما، هناك الآن رؤية للشارع، أي حاكم يريد أن ينظر الشارع. تعال نجي على مثلا أتكلم عن بلدي مثلا المملكة العربية السعودية، بعد قضية البوعزيزي وبعد ما حدث في تونس ومصر رأينا كيف أنه فتحت علاقة المسؤول بالمحكوم إلى درجة كبيرة. مثلا بعد سيول جدة أصبحت هناك زيارات من قبل الأمراء، أصبح هناك لقاءات شعبية، لأول مرة نرى أمير منطقة يجلس مع شباب ولا يجلس مع رجال أعمال أو سياسيين معينين أو أعضاء مجلس الشورى أو غيرها، لا يجلس مع الشباب وأمام التلفزيون وفي حلقة مفتوحة ويتحدث معهم عن مطالبهم وعن ما يحدث. بدأنا نرى أن هناك، لكن هذه مناورة أم قناعات حقيقية؟ أكيد أي حاكم يريد أن يبقي حكمه، هذا أهم شيء عنده، هذه النقطة المهمة في سلم أولوياته، أن يبقى حكمه، أن يبقى حاكما، ولكنه يعرف تماما أنه لن يبقى حاكم إذا ظل يستمع إلى أجهزة الأمنية وظل يسوم الناس العذاب وظل لا يلتفت إلى صرخات الأبرياء والمساكين في سجونه. الآن أصبحوا هناك مراجعة للنفس. كان سؤالي أنه حتى في المملكة العربية أو في الأردن أو في اليمن ليست القبيلة والعشيرة والطائفة هي التي باستطاعتها أن تحمل، محلت الآن ما حدث في جنوب مثلا، لا ما نقول اضمحلت، لكن نقول ان لم الان شيخ القبيله او شيخ الولايه او شيخ العشيره المعينه او شيخ الدين حتى لم تعد لديه السيطره على الشباب مثل ما كانت سيطرته على ابائه. اختلف الان بسبب التعليم، بسبب الانفتاح على العالم الاخر. نلاحظ مثلا في جنوب تونس حينما صارت الثوره في سيدي بوزيه أن الشيوخ المرتبطين بالدولة، مرتبطين بالنظام الحكم، لم يستطيعوا تهدئة الثورة، مع أنهم اجتمعوا مع الناس، مع أنهم جلسوا مع الناس، لكن الناس صارت تطلب طلبات محددة، أريد كرامتي، أريد حقي، أريد أن أسترد حقوقي من هذا الحاكم، تستطيعون أن تقدموها لي أو زيحوا نفسكم واتركوا لي أنا أن أسير في دربي. وبالتالي سارت المسيرات من سيدي وزيد، وتم الصدامات مع الأنظمة لأنهم شيوخ. هذا سيحدث في جميع الأماكن، شيوخ القبائل الآن مثلا على في الجزيرة العربية، شيوخ القبائل في اليمن لم يعد لهم سيطرة على الـ على الـ على الـ أولادهم وشباب، لأن أصبح هناك تأسيس لمجتمع مدني يتشكل الآن يتبلور، أصبحت هناك احتياجات معينة لدى الشباب لا يمكن أن يلبيها شيخ القبيلة الغير متعلم غير المتعلم أو ذلك الشيء رجل الدين الذي يسبح بحمد الحاكم طول حياته، والحاكم هو الذي عينه شيخ القبيلة وعين هذا شيخ للدين. علما أنه حتى يعني رجال القبائل المتعلمين أصحاب الشهادات لا يعودون ليتخلوا عن مبدأ القبيلة والعشيرة، بل ليكونوا جزء من النخب الأساسي في هذه، يعني بمعنى تطويره. للأسف أنا أعرف مثلا في قبائل في المملكة العربية السعودية لديهم شيوخ متعلمين حتى تعليمهم عالي جدا من الغرب، وهم بعيدين تماما عن أبناء قبيلتهم، هم بعيدين، هم أقرب للنظام، أقرب للمصالح، أقرب للمال، أقرب لتوزيع الكعكة، لكن علاقتهم مع أولاد قبيلتهم، استجابتهم لطلبات أولاد قبيلتهم وأبناء قبيلتهم لن. لذلك الآن صارت التشكيلات، صار الآن يبدو أن الأنظمة ستنتبه لهذه الفجوة التي بينها وبين الشباب، سوف تعيد تشكيل هذه القيادات والزعامات واختيار وتنظف الفاسدين منهم وتعيد تشكيلهم بحيث يكونون مرة أخرى تقدميين أقرب للشباب، يحملون حلم الشباب، يسيطرون على الشباب برغبات وبألاعيب السياسة والدبلوماسية.
وبالتالي أنا أرى أن المجتمع العربي يتغير ويتشكل مرة أخرى، يتشكل من ضغوط الإعلام الحديث، يتشكل من ضغوط الحاجة والكرامة واللقمة العيش، يتشكل من ضعف الأنظمة الآن، وأيضا من سلبية الجيش الذي أصبح أيضا لا يستطيع أن يحمي النظام مدام أن هناك ثورة شعبية. بالتالي هناك تغييرات قوية وكبيرة ومقبلة على العالم العربي، والكرة الآن في ملعب الحكام كيف يستطيعون إدارة اللعبة السياسية. الكل ينظر إلى ما بعد هذه الانتفاضات، ما الذي ستنتج في تونس أو في مصر أو في مناطق أخرى، لكن أريد أيضا أن أذكر بأن الانتفاضة بدأت في المنطقة من إيران، وتم إجهاض هذه الانتفاضة بوسائل إيرانية معينة، الانتفاضة لنفس الأسباب، الحرية والشفافية وكل ذلك. هل الأنظمة العربية ستلجأ إلى الدرس الإيراني أو ترسل يعني إلى الأمثلة الإيرانية للالتفاف على هذه الانتفاضة؟ ليس لدى أمام الأنظمة العربية إلى القمع، وهذا ما نشاهده، إلا الاختراق، اختراق المتظاهرين والشباب، إلا المساومة مع رؤساء الأحزاب ومع الشباب، لأنه النظام العربي لا يملك البديل، لأنه النظام منتهي، نظام متعفن، نظام ديناصورات مفروض أنها انقرضت، والشباب لهم مطالب أخرى، لأنه هذا الزعيم الذي بلغ من العمر 80 سنة كيف يتعامل مع الشاب في 20 أو في 30؟ ليس لديهم نفس اللغة ولا نفس العقلية، فهذا هو البديل الوحيد للنظام. ما يبقي هذه الأنظمة قائمة هو الغرب، ما يبقي أنظمة شمال إفريقيا واقفة هي فرنسا، وبعض الأنظمة في الشرق الأوسط هي أمريكا، هي التي تقف وراء هذه الأنظمة. إذا سحبت هذا الدعم الغرب، إذا سحب دعمه أو سحب دعمه بشكل نسبي، فإنه الأنظمة ستنهار في يعني في يوم واحد أو في يومين، والأنظمة هذه تعي جيدا. نحن نتمنى أن تأخذ الدرس هذه الأنظمة وتشرك الشباب نوعا ما في تقرير مصيره، ويتوقف هؤلاء عن السرقات وعن الفساد ويحاسبوا الفاسدين. علاقة الغرب مع هذه الأنظمة هي علاقة مع الأنظمة أو مع الدول؟ يعني بغض النظر مع ما سيجري في تونس، تونس ستكون على علاقة جيدة مع هذا الغرب، سواء هذا الغرب اسمه فرنسا أو أمريكا، مصر أيضا على الأقل الولايات المتحدة، أوباما يقول أننا سنكون شركاء مع مصر القادم. بهذا المعنى أنه ليس الهدف هو قطع الحبل مع الغرب، بل تغيير النظام الداخلي بالتواصل مع الغرب. هل الغرب يقبل بذلك أيضا؟ الغرب لديه مصالحه، يعني شاهدنا كيف كان ساركوزي يتخبط في أن يصف ما حدث في تونس ثورة أو انتفاضة، أو يعني التزم الصمت، وحتى اتهم المعارضين بأنهم يقومون بعمل شغب. عندما سقط بن علي رفض ساركوزي أن يستقبله في فرنسا. يعني لا نلوم الغرب على هذا لأنه يطبق مصالحه، لكن نرجو أن يتعظ أو تتعظ هذه الأنظمة مما حدث لبن علي وما سيحدث للزعماء الآخرين، لكي يحترموا شعبهم ولكي يستعيد الشعب أو يستعيد كرامته. ويعني المعارضة مثلا، معارضة مفيدة للنظام، يعني النظام بلا معارضة، يعني وصل النظام المصري أن البرلمان كله دون معارضة، يعني هذا هبل سياسي مضاد الحيوي. نعم، تحتاج إلى هذه المعارضة. أنا خليني أضيف نقطة الأستاذ سليمان تحدث عنه، الغرب لا، لو لاحظنا الآن الحالة الأمريكية الآن، أوباما وموقفه القوي المتضامن مع المتظاهرين والمؤجج حتى للتظاهر، ومن حق المتظاهرين التعبير عن رأيهم، من حقهم القيام بالمسيرات، ويجب عدم قمعهم، يجب عدم مسهم. هذا المسج الذي بعض العرب اندهشوا منه أو تفاجأوا أنه كيف هذا مبارك ربيب أمريكا وحبيبها وعشيقها تركت العراء أمام المتظاهرين وأعلنت عدم تأييدها له وتأييدها للجهة المضادة له، وكان سبق تخلت عن الشاه بكل بساطة. ببساطة هذه المشكلة، أنه الفهم هذا الموقف، أوباما والسياسيون الأمريكيون لديهم هدف واحد، هو أن يظهروا بعد ما حدث في 11 سبتمبر أنهم مع الشعوب مع الشباب، لكي يمنعوا أن تحدث 11 سبتمبر أخرى. هدفهم من هذا الوقوف العلني والإعلامي والواضح، الغير طبعا مطبق عمليا ولكنه واضح إعلاميا وإعلانيا وسياسيا، هو أن يقولوا للشباب العربي والشباب الإسلامي الملتزم خاصة والذي يقف ضد أمريكا وأقرب لبن لادن، يقولون له رسالة واحدة: انظر، نحن لسنا مع الزعماء، نحن معكم، مع الشباب، نحن مع التغيير. والدليل ما حدث في تونس وما حدث في مصر، موقف أمريكا كان
موقف مساند للانتفاضات والثورات. بالتالي هذه نقطة سياسية تحسب للسياسيين الأمريكيين. ولا أنزه الموقف الأمريكي من مصلحة من براغماتية في هذا الموقف. وعلى الحكام العرب يعرفوا تماما أن لا ينساقوا في المخططات الأمريكية. ولاحظنا اليوم بيان وزارة الخارجية المصرية كيف كان ضد بيان اللجنة الرباعية. أيضا من جانبه النظام المصري بدأ الآن يتخذ مواقف متشددة. ولا أستغرب أن النظام المصري المقبل حتى لو كان مبارك على رأسه يكون أقرب لحماس من فتح نكاية في الموقف الغربي منه. أريد أيضا أن أستشهد بما قاله الرئيس بشار الأسد في موضوع التغييرات، في موضوع علاقة الحاكم بالمواطن على مستوى الإيديولوجي، وهذا مفقود في مصر وفي تونس أيضا، وكان واضح في إيران. هل أيضا هذه الأنظمة لم تكن بسبب أننا نحن في القرن 21 أم لم تكن تملك أي إيديولوجيات لتسويقها عبر الشارع بالتالي سقطت بكل هذه السرعة؟ لا بالعكس، أنا في رأيي مثلا نأخذ بشار الأسد سوريا يعني حد تصريح على أنه لديه إيديولوجيا وأنه قريب من شعبه، هذا مو صحيح. نحن نعرف كم موجود في السجون السورية من مساجين الرأي. نحن نعرف تمام الثورة الكردية في شمال سوريا في شمال شرقي من سوريا وكيف كان القمع لهم شديد جدا. نحن نعرف انتهاكات حرية الرأي وانتهاكات عدم وجود أحزاب قوية. نفس الوضع اللي في مصر هو موجود في سوريا وفي غيرها من الدول العربية. فلا، أما قربها من الإيديولوجية المقاومة، سوريا لم تقدم يوم أو لم تطلق رصاصة يوما ما في مقاومة. فكيف تدعي المقاومة؟ ممكن أقول حزب الله له الحق في الحديث، لكن الأنظمة التي لا تختلف، يعني أنا شفت سوريا الأردن مصر كلهم أيضا يحمون الحدود الإسرائيلية. بالتالي برأيك ليس هناك أي نظام محمي؟ لا يوجد. السوريا ما يؤخر الوضع في سوريا أن بنية المجتمعات المدنية ضعيفة جدا، سلطة المخابرات والمباحث قوية إلى أقوى من مصر حتى. حتى في مصر هناك مساحة للرأي في مصر خاصة هناك مساحة للرأي، بالتالي كان هناك قدرة على إقامة جمعيات مدنية، تجمعات مدنية ورأي آخر مختلف وخروج للتظاهر. في سوريا من يستطيع، من يفكر فقط في الخروج في مظاهرة يسجن. وبالتالي نحن نعرف كم عدد مساجين هناك. هل يستطيع بشار الأسد أن يتيح مجال للرأي الآخر في تلفزيونه أو في إعلامه أو في شوارعه؟ لا يستطيع. كيف تحكم على شعب أنه معك ومتضامن معك ولم تمنحه الحرية فأن يقول رأيه؟ طيب أستاذ سليمان، هل أيضا متخوف من، طبعا هناك تصريحات لوزير الخارجية الإيراني يتحدث عن شرق أوسط إسلامي، هناك طبعا كلام مهرجان اليوم في لبنان سيد حسن نصر الله كلهم مع مصر، هل لديك تخوف من أن يتم إضفاء لون ديني على هذه الانتفاضات الحاصلة حاليا؟ ما أراه في الواقع في ميدان تحرير وفي شوارع تونس، الشباب الذين خرجوا وتظاهروا هم شباب كما قلت الفيسبوك وتويتر، شباب درسوا في الجامعات الأمريكية وفي الجامعات الأوروبية، خصوصا في تونس يعني بنات غير محجبات، شباب بجينز كاجيل زي ما يقولون، يعني لم أشاهد بالرغم من تسييس بعض الفضائيات لهؤلاء الشباب، يعني يتم اختيار شباب معينين من لون ديني معين ويتم إظهارهم في هذه القنوات، لكن إلى حد الآن عندما تتاح الكلمة للشباب يقولون نحن انتفضنا لكرامتنا ولا نملك أي إيديولوجيا ولا ننتمي إلى أي حزب، والأحزاب اعترفت سواء الدينية أو اليسارية قالت أنه هذا الشباب ليس له أي علاقة بتنظيم حزبي، وهذا ما يعني يطمئن المراقب لهذه المظاهرات. ولكن لكي يطلق أو تطلق المجتمعات العربية الحكم الديني يجب أن يطبق، يجب أن نمر عبر هذه المرحلة كما مرت أوروبا ويرى بأم عينه ما سيحدث للتيارات الدينية وللدول المبنية على الدين فيستريح من هذه الفكرة. أنت مع هذه النظرية الحدث؟ نعم، أنا على الأقل هو مطبق في المملكة العربية السعودية، في إيران، كان في أفغانستان، نعم، كان في السودان في فترة، يعني أنا نعم، استعمال الدين في السياسة هذا موجود، وخاصة نرى الفتوى المفتي السعودي ضد المظاهرات وضد الإعلام الذي ينقل المظاهرات، يعني كانت فتوى بعيدة تماما عن الرأي العام
داخل المملكة وبعيد الرأي العام السعودي للأسف. كما هي عادة رجال الدين حينما يحاولون أن يمالئوا الحاكم في فتاويهم بدون أن يتبينوا ويتبصروا بأهمية هذه الفتاوى على يعني لا أرى أن الشعب السعودي ينتبه لهذه الفتوى ولقيمة بل لكن الأثر الإعلامي سيء جدا على المملكة. لكن دعني أرجع إلى مسألة وجود التيارات الإسلامية في المظاهرات. رأينا في حالة تونسية كيف أن الأخوان المسلمين كانوا بعيدين عن المظاهرات في بدايتها وأتوا في النهاية حينما رأوا أن عندما ذهب ابن علي ورأوا صح هناك تغيير هناك يجب أن نسرع لقطف الثمار. في الحالة المصرية بدأت بدأ التظاهر بدونهم أيضا وحينما خافوا أن يحدث لهم كما حدث في تونس. الآن موقفهم في تونس موقف ضعيف في الرأي العام التونسي الذي يرى أن هؤلاء كانوا متخلفين هؤلاء كانوا خوافين فبالتالي لا يستحقون أن نعول عليهم في البنية السياسية الجديدة في تونس. فخافوا من تكرار نفس التجربة في مصر وحضروا بقضهم وقضيضهم للميدان التحرير وحاولوا أن يجدوا لهم مسارات داخل ميدان واستفاد النظام من وجودها بإعلانه أن هذه ثورة إسلامية تيارات إسلامية متخلفة سوف تعيد مصر إلى الخلف قريبة لإيران وبثوا دعايتهم. لذلك التيارات الإسلامية الحقيقية في الأخوان المسلمين لهم قوة مؤثرة في مصر ولديهم علاقة كبيرة مع الشعب المصري ولكن دائما يخشون من اصطدام بالمؤسسة العسكرية. ونعود للمؤسسة العسكرية لأن هذا شيء مهم جدا في اللعبة المصرية. هم يخشون لديهم مثل الاتفاق الجنتلمان مع المؤسسة العسكرية بأن لا يؤثر عليها. لم يستطيعوا اختراق هذه المؤسسة. نعم. بالتالي المؤسسة العسكرية في مصر ليست مؤسسة عسكرية في تركيا المبنية على موضوع العلمانية. بالضبط. إضافة رأينا تعاطي الإعلام العربي لأن مؤسسة الأخوان المسلمين ليست فقط داخل مصر بل هناك تنظيمها الدولي ووجود قنوات فضائية منحازة لها. ورأينا تعاطي بعض القنوات الفضائية التي رصدت جميع أجهزتها للأخوان المسلمين كأنهم هم فقط الذين يقودون المظاهرات في ميدان التحرير بينما هم قلة أو جزء بسيط من الموجودين في ميدان التحرير. هذه الواضح أن هناك محاولة لإدخال الأخوان المسلمين وإدخال التيارات الإسلامية في عملية التغيير في مصر. أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العزيز الخميس رئيس تحرير مجلة المراقب العربي. أشكر أيضا أستاذ سليمان بصوفة الصحفي والكاتب السياسي. كنا نتأمل معا موسم التغيير عند العرب. شكرا للانتباه. إلى اللقاء.